شي من سنتين لهلا ما تغير، سنتين ونص، كل يوم الساعة 7 8 الصبح صوت برميل، روح بيناي، روح عيلة، أطفال، شي تعودنا عليه. دمار، دمر البلد، دمر بنية تحتية، شارع من أهم شوارع حلب، استراد، قصف كل أنواع الأسلحة. المشكلة إنه ما في أي عسكري، كل منطقة مدنية دمر كله. حسبي الله ونعم الوكيل. نايمين كنا الصبحيات، ما نحس ولا صوت دو، ما نشوف الا شلف البرميلات. الله لا يوفقه، اولاد، اطفال، نساء. ايش في هون؟ هون في قطعه عسكريه العمال يضربوا ضرب، اذا بفهم. لا ما في غير مدنيه هون، وبناي ما فيها غير اطفال ونساء. لا شلازات، ما في خوف من الله. الله ينصرنا على الطاغيه بس.